أشياء ما ينبهوكم عليها من تنتقلون إلى كوريا من 1 أصل إلى 10 بسيول شهرين. أولا المي نتفه شعري تنتيف، بحيث من إلى أن أرجع لبيتنا بكندا شعري راح تنتهي صلاحيته. ثاني شيء الرطوبة، راح أسيح بعدين وصلنا الشهر 10 وبعدها الدنيا صيف، ما هذا الهراء. الشغلة الثالثة ريحة الاستفراغ من تطلعون تتمشون الصبح، لأنه الشعب الكوري يحب يشرب ويحبون يشربون لدرجة يستفرغون، وين يستفرغون؟ بالشوارع، الله على الريحة. وآخر شيء ما حد ينبهك على النظرات اللي راح تستلمها من الكل، بس أكثر شيء من الكبار بالسن. وبما أني أنا مو رشيقة أعتبر سمينة ذبحة حميسة بقياساتهم، فكل الأنظار عليّ.